شاركت مؤسسة حياة كريمة فيها فعاليات لدعم الصحة النفسية والتي نظمت من قبل منتدى شباب العالم ومجموعة من المؤسسات الدولية. وضحت المؤسسة أنها شاركت من خلال بعض الأنشطة التفاعلية وركزت على توعية الشباب بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والمحافظة عليها. وتم تعريف الحاضرين بأنشطة حياة كريمة في مجال التأهيل والصحة النفسية، حيث تقدم المؤسسة خدمة التأهيل والدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعاقين من خلال الندوات التوعوية والقوافل المتخصصة.